اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره النهارده من برنامج الاهلي الليله. فقره استثنائيه لان فيها ضيوف مهمين الاهتمام بيهم مش بس على المستوى الرياضي، لكن كمان دورهم الاجتماعي ودورهم الرياضي في رفع اسم وعلم مصر في المحافل الدوليه. عايز ابدا فقرتي ومش هقول ذوي الاحتياجات الخاصه، لكن هتكلم عليهم لانهم اصحاب الهمم. هذا المعنى وهذا المفهوم ليه دلالات كثيره جدا. هذا المعنى وهذا المفهوم بدا من الامارات، لكن هنا في مصر ومن خلال ضيوفي حتى في الجروب الشخصي او الجروب الخاص بينهم ده عنوانه اصحاب الهمم. برحب بضيوفي ابطال مصر ومنتخب مصر للكاراتيه، كابتن محمد حمدي المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه وبالمناسبه المشرف على قطاع الكاراتيه في ذوي الاحتياجات داخل النادي الاهلي. برحب بيك كابتن محمد. اهلا بيك فندم. ايضا ضيوفي الدكتور محمد اللقاني النجم الكبير والقدير وصاحب المشاركه الاولى في منتخبنا، لكن استطعت ان تحقق ميداليات كثيره في لعبه الكاراتيه. الحمد لله، اهلا بحضرتك وكل مشاهدينا. اهلا بيك. ونجمتنا النهارده اللي منورانا ومشرفانا سلمى علاء. برحب بيك يا سلمى. اهلا بيك. منوره قناه الاهلي. كابتن محمد حمدي، عايز ابدا الحديث معاكم باصحاب الهمم، لان احنا في الكواليس واحنا بنتكلم مع بعض قلتوا ان ده المسمى او ده التعارف اللي بيننا وبين بعض حتى في الجروب الخاص بيننا. والله هو حصل اختلاف كتير قوي على المسمى ده، يعني على المسميات بتاعه الاولاد. ناس تقول لا دول ذوي اعاقه، وناس تقول دول ذوي احتياجات خاصه، وناس فبصراحه في الامارات اطلقوا في اخر بطوله كانت معموله هناك فاطلقوا اسم اصحاب الهمم ده. فالاسم ده بصراحه يعني استهوانا كلنا، خلينا هم فعلا اصحاب همم، لان ليهم مقدره خاصه على حاجات كتير قوي بيعملوها يعني. طيب ابدا اتكلم معاك وتقدم لي النجمين، يعني دكتور محمد اللقاني او كابتن محمد اللقاني وسلمى علاء. تمام. سلمى بمشاركتها قبل كده عندها خبرات، وكابتن اللقاني دي اول مره لكن عمل انجاز في اول مشاركه. دي البطله سلمى علاء، دي ثالث بطوله عالم ليها، محققه اول عالم قبل كده في بريمن في المانيا، ومحققه في النمسا ثالث عالم، ومحققه في ثالث بطوله لينا اللي لسه راجعين منها من اسبانيا اول عالم الحمد لله السنه دي، واخده احسن لعيبه في البطوله. الدكتور محمد برضو دي يعتبر ثالث بطوله ليه، كان اول بطوله دوليه كانت معموله في النادي الاهلي، وثاني بطوله ليه البطوله العربيه، وثالث بطوله ليه الحمد لله برضو خد افضل احسن ثاني لاعب على طول موجود في البطوله، الميداليه الفضيه في بطوله العالم يعني. ومعانا طبعا لعيبه ثانيين كتير موجودين كانوا معانا، بس للاسف ما معانا البطل عاصم. قول اساميهم. البطل معانا البطل عبد العزيز عاصم في الاعاقه الحركيه برضو، حقق اول عالم واحسن لاعب في العالم، ومعانا شادي، ومعانا مصطفى ابو الفتوح رابع عالم، ومعانا صبري، ومعانا مروه، ومعانا البطله يمنى. في بقيه الاعاقات احنا بيصنفونا ثلاث اعاقات، كل اعاقه فيها لينا مسموح لينا باثنين لعيبه في كل اعاقه يعني. البطوله كان فيها حوالي 104 لاعب على مستوى العالم، وبيشترك فيها 140 دوله، دي اكبر بطوله عالم للكاراتيه على مستوى العالم بالنسبه للاسوياء او للولاد العاديين، وبالنسبه لينا احنا اصحاب الهمم يعني. اكيد. ودي البطوله دي ان شاء الله هتبقى تصنيف لينا لدخول الاولمبياد بعد كده باذن الله. الاولمبياد القادمه. دي اول بطوله هيبداوا ياخدوا منها التارجت بتاع اللعيبه اللي هيخشوا بطوله العالم، يعني مش بطوله الدوره الاولمبيه يعني. فدي ان شاء الله اول بطوله لينا باذن الله حققنا فيها انجاز كويس جدا يعني. طيب ابدا بسلمى. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. النهارده شايفه المشاركه ازاي وجودك في محفل دولي وعالمي وللمره الثالثه بتحقق انجازات طيبه في لعبه الكاراتيه وبتمثلي مصر كمان؟ احساسك ايه وشايفه المشاركه ازاي؟ انا زمان لعبت كاراتيه. اختي تلعب، عشان تلعب كاراتيه اخذت كاراتيه. انا اخذت كاراتيه عشان بطله عالم مع كابتن كابتن بتاعي ادم حمدي وتبدأني وادم حمدي الكباتن بتوعك وادم بتوعي، دول المدربين بتوعك والكباتن بتوعك. دي المرة التالتة صح؟ التالتة. ايه الاختلاف بين كل مرة عن التانية؟ يعني المرة الأولى كانت أصعب ولا التانية ولا التالتة واتعودتي على المشاركة الدولية؟ القوة. القوة ده القوية عشان بطلة كات. مبسوطة انك رفعتي اسم مصر وعلم مصر؟ طبعا. احساسك ايه وقتها؟ انا عاجبني سيسي بقى. سيسي بقى.
نفسها تقابل الرئيس السيسي. نفسك تقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا احنا نفسنا بصراحه احنا طلبنا يعني هو طبعا السيد الرئيس كان اطلق العام ده عام ذوي الاحتياجات ودي كانت حاجه جميله منه طبعا السنه دي. اداكوا دفعه؟ ادانا دفعه قويه جدا يعني وهو اهتم بالفعل بس يعني احنا عندنا يعني مشكله صغيره ان تقريبا صوت التوقيتات لا صوته هو ما وصلش للمسؤولين ان هم يعني لا ان شاء الله يكون لكم يعني يا ريت هم بس يهتموا شويه بالموضوع يعني ان شاء الله ان شاء الله. طيب دكتور محمد اللقاني او الكابتن محمد اللقاني اول مشاركه ليك انت بتقيم المشاركه المره دي ازاي؟ كنت قلقان؟ كنت خايف؟ حضرت نفسك ازاي للبطوله دي؟ هو انا اول مشاركه ليا كانت في بطوله الاهلي الدوليه كانت في 2016 ودي كانت اول بطوله دوليه. طبعا الموضوع كان معايا كابتن محمد حمدي ومعايا كابتن محمد عكاري مدربي في النادي فكان الموضوع طبعا كبير واول مشاركه اصلا بس الحمد لله ربنا كرمني فيها بمركز اول فكانت دي الدفعه بقى يعني ان احنا مكملين وواصلين واحنا عنينا مش على العالم كمان احنا مجرد ما تم ادراك الكاراتيه في الاولمبياد احنا عنينا على الاولمبياد بفضل الله تعالى فالحمد لله ربنا كرمني كان في شهر 9 البطوله العربيه كانت مصر اللي بتنظمها الحمد لله ربنا كرمني بمركز اول فخلاص بقى يعني احنا كل ده كنا في المنتخب يعني فكنا منطلقين بطوله العالم طبعا ليها وضع خاص دي من اكبر بطولات الكاراتيه على مستوى العالم للكبار فطبعا ليها رهبه وليها استعداد بس هو احنا كنا عاملين حسابها احنا معسكرين بقالنا ثلاث في المنتخب بقالنا ثلاث شهور ومعسكر ما يقرب من شهر ونص لشهرين فثلاث تمرينات يوميا تمام فكنا مستعدين وربنا كرمنا سبحانه وتعالى هو طبعا كرم ربنا اولا واخيرا وحدث وانا عايز اقول حاجه ان دي اول مشاركه على في تاريخ الكاراتيه المصري للاعاقه الحركيه يعني كان في مشاركه المفروض في بطوله النمسا ولكن لم نوفق ان احنا نسافر فدي اول مشاركه على مستوى الاتحاد المصري والحمد لله ربنا كرمني انا وزميلي زيزو فاول وثاني عالم الحمد لله يعني مبروك مبروك الله يبارك في حضرتك. طيب كابتن محمد حمزه حركة المدير الفني عايز اتكلم معاك عن اهميه بطوله العالم للكاراتيه لاصحاب الهمم اهميه البطوله والمشاركه والمنافسه فيها. هو البطوله دي اهميتها طبعا ان احنا بطوله العالم للكبار للكاراتيه دي بتتعمل كل سنتين مش كل سنه يعني بيتعمل بطوله سنه للشباب والناشئين وسنه للكبار فبتبقى بالنسبه لنا منتظرينها سنتين كاملين عشان نخش البطوله دي لان دي يعتبر اكبر بطوله عالم بتتعمل للكاراتيه يعني على مستوى العالم كله للدول كلها في الولاد العاديين واصحاب الهمه فبنبقى منتظرينها وفي نفس الوقت اهميتها السنه دي بالنسبه لنا ان هي زي ما قلت لحضرتك التارجت للاولمبياد يعني بياخدوا منها اللعيبه اللي هم بيحققوا بيتعمل لهم تصنيف ان اللعيبه دي هي اللي هتلعب الاولمبياد لان اختيار الاولمبياد بيبقى عن طريق اللعيبه المحققين في البطولات الدوليه فقط فده بالنسبه لنا انجاز ان احنا قدرنا ان احنا نحط رجلينا على الخطوه دي لان بدون تحقيقنا الميداليات دي في البطوله الدوليه دي مش هنقدر نخش الاولمبياد لازم بيختاروا عن طريق البطولات الدوليه اللي بتتعمل. فتره الاستعداد البطوله كان كافيه؟ يعني كابتن محمد كان بيتكلم في ثلاث شهور، فتره كافيه فتره والله هي كويس. مش كافيه طبعا، مش كافيه يعني. رغم تحقيق البطوله والمركز الاول لا هو انا عايز اشكر الاول بالفعل اولا طبعا القائمين على المركز الاولمبي في المعالي مركز الاعداد الفرق الاولمبيه المكان هايل جدا صراحه، اتمنى ان يبقى فيه في مصر اكتر من مكان بنفس السيستم دوت لانه فعلا احنا قابلنا كل المنتخبات الرياضيه كانت موجوده في المكان ده امكانيات المكان ممتازه دي حقيقي يعني كصالات تدريب كامكانيات الفندق يعني الحاجات هناك ممتازه جدا لاعداد الفرق ودي حاجه يعني تحسب بصراحه لوزاره الشباب يعني لكن هي القصه كلها ان هم لسه مش مستوعبين احنا كدوله اعتقد يعني مش مستوعبين ان الابطال دول يقدروا يحققوا في البطولات الدوليه. اتمنى بعد الانجاز اللي احنا الحمد لله احنا اتصنفنا يعني يكون بدايه للاهتمام احنا اتصنفنا ثاني عالم على 140 دوله بعد اسبانيا البلد اللي هي المستضيفه للبطوله. كانت بتلعب في مدريد البطوله. كانت بتلعب في مدريد وفي بيبقى في عنصريه ما اقدرش اكذب على حضرتك لا في عنصريه. صاحب التنظيم يعني فرق احنا الحمد لله فرق ميداليه برونزيه واحده بيننا وبين اسبانيا. فده يعني اتمنى ان هم ده الترتيب يا كابتن حمدي على الشاشه قدامنا ترتيب المنتخبات احنا عاملين 2 ذهب وواحده فضه
ودي اللي كانت وهو فرق بس اسبانيا فرق بالبرونز هي 2 ذهب وواحده فضه وواحده برونز بس بعد كده المانيا اليابان روسيا بعد كده كندا البرازيل اذربيجان مولدوفيا ايطاليا هم عملوا بس اول 9 دول هم كده بقيه الدول مش حاطينهم هم حطوا بس ترتيب اول 9 وحتى وصلوا حتى للترتيب التاسع ايطاليا واخده ميداليه برونزيه واخده ميداليه بالظبط اللي هم محققين ميداليات بس هم اللي بيحطوهم في التصنيف يعني طيب المستويات كانت متباينه يا كابتن محمد وانت بتلعب في المشاركات دي المستويات كانت متباينه ولا كانت واضحه قوي الفروقات بص حضرتك احنا بندرس الموضوع ده بقالنا سنتين بنتابع كل اوائل العالم بالذات في الاعاقات الحركيه بالنسبه لي ونشوف المستوى اللي وصلوا له ايه المهارات بنتابع كل ما يتم فطبعا مستوى كبير وفيه اهتمام بص حضرتك احنا هنا دايما الاحتياجات الخاصه او اصحاب الهمم او ايا كان مسمانا دايما نخرج نجيب الدهب حتى لو اتقارنا بغير متحدي الاعاقه دايما يعني بفضل الله تعالى بكرمه هو تحدي بالظبط لان احنا بيطلق علينا صناع الاراده والتحدي ودي حقيقه يعني ولكن صناع الاراده والتحدي برغم كل الظروف والتحديات ده الفيديو اللي انت شاركت فيديو تكريمهم ده فيديو تكريم بعد المباراه الحمد لله الثاني على الحمد لله فلو بس اهتمام بسيط مع الانجاز ده فاعتقد ان هيحصل يعني امر كبير جدا بفضل الله تعالى واحنا الناس كلها حتى الكابتن لفت نظرنا لهذا الامر بحكم خبرته كل الدول عامله حسابنا كل الدول هناك احنا الحمد لله خرجنا اعاقه حركيه خرجنا اول 3 مراكز عالم في السنين اللي فاتت احنا كنا بنترقب خرجنا فرنسا وخرجنا اسبانيا وخرجنا كرواتيا واوكرانيا فالحمد لله رب العالمين فلو شويه اهتمام حاجه روعه يعني بقيه المنتخبات بيعسكروا طول السنه 9 شهور احنا عسكرنا شهر ونص وفي المنتخب كنا بنروح تمرينات بس شهر ونص فمع الفتره البسيطه ديت لو في شويه اهتمام واعتقد ان احنا الحمد لله اثبتنا ان احنا قادرين طيب بعد الشغل ده كله والاهتمام وانك بتحارب عشان تقدر تنجز وتبقى جايب ميداليه وتبقى واقف في اللحظه دي اشرح لي احساسك قول لي احساسك في التوقيت ده كان عامل ازاي ايه اللي قلته كمان وقتها احساس روعه اولا القلب ساجد لله لان ده كرم لله سبحانه وتعالى حضرتك بتشوف ثمر تعبك السنتين او السنين اللي انا بلعب كاراتيه من 92 اصلا من قبل الحادث من سنه 92 فالسنين اللي فاتت دي كلها حلمك بيظهر قدامك بكرم الله بيتحقق. بتحس بانتصار بتحس الاراده والتحدي والمعاناه خلاص انت فزت الحمد لله رب العالمين زائد بقى دي اهم حاجه احنا رايحين كابتن حتى قال لنا يعني كان بيعمل لنا تدريبات خاصه بالمنتال وشغل لينا يا جماعه انتوا مش رايحين باسم محمد اللقاني ولا بسلم ولا بسين ولا لا 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 انت رايح باسم مصر فانت عليك مسؤوليه كامله فاحساسك ان انت رافع علم مصر احساسك ان الناس كلها بتتفرج على مصر وابداع مصر وكمان انا بشكر حقيقي كابتن محمد حمدي ومدرب المنتخب وكابتن محمد عكاري وكابتن وائل عملوا شغل وفي كابتن ايه كانت مساعده لينا ربنا يبارك فيها عملوا شغل دراسه ازاي نوصل احنا ابهرنا العالم بحاجات جديده وزينا الكاتا العاديه اللي بيعملها اي حد غير متحدي الاعاقه بالكرسي بالاحتياجات الخاصه فالناس كلها انبهرت فحقيقي شكرا لكل مدربينا قليل من الاهتمام بس من مين معاك في الصوره ده عبد العزيز اول عالم مصر زميلي ده المنافس ليا هنا في مصر حتى قلت له كلمه قبل ما نخش قلت له ايه عايزين انا وانت ننافس على الاول والثاني فاينل فضل ده كان في مجموعه وده كان في مجموعه والحمد لله ده خد اول مجموعته وده اول مجموعته لا وكابتن محمد حد بيتوسط في الصوره بيكو. لسه كده ده النور كله بقى حبيبنا يعني لان هو كمان كابتن محمد وكل الكباتن مش مجرد دي الصوره دي ما اعرفش مين اللقطه دي بس جميله صوره الاتحاد الدولي هو اللقطه يعني تقريبا ده كانت بعد المباراه بعد الدور الاول لما تصعد للنهائيات وخدت اول مجموعه قصدي ابتسامه نصر وتاهل صوره احنا كنا بنجري يعني هو الكابتن ماسكني والكرسي بيجري وصورتنا احنا كان حلمنا ان احنا نتصعد لان التصعيد صعب فالحمد لله تصعدنا للمربع الذهبي الصوره دي يا كابتن محمد دي مع زيزو برده بعد ما خد اول عالم فما كانش لسه استلم الميداليه فعملنا ميداليه الفاينل بالاثنين هتشتغل ازاي؟ احنا كان معانا طبعا كابتن كان معايا كابتن وائل زميل لينا في المدرب في المنتخب يعني دي صوره جماعيه دي صوره جماعيه في المطار هنا قبل ما نسافر يعني مع رئيس الاتحاد كابتن محمد دهراوي احب برضه اشكره يعني هو يعني وقف معانا على قد ما قدر يعني والنجمه سلمى علاء بعد استلامها الميداليه الذهبيه بصراحه سلمى كانت مفاجاه بالنسبه لي مش يعني لسبب يعني هو في تصنيفات بيدوا درجات زياده حسب نوع الاعاقه يعني فسلمى كانوا مصنفينها غلط في 2016 اتصنفت غلط في الدرجات بتاعتها
يعني في المفروض في كشف بيتعمل حاجه اي كيو اختبار ذكاء وحاجات زي كده فتصنفت غلط فعشان كده خدت المركز الثالث وهي كانت اول بمجموعها. السنه دي الحمد لله برضو تصنفت غلط برضو بس ضربت اللي خد اول السنه اللي فاتت بسبب ان هي ادائها كان قوي جدا الحمد لله ف يعني بالدرجات بتاعتها قدرت ان هي تحقق المركز الاول. دي كان بالنسبه لي مفاجاه انا نفسي كنت غير متوقع فالحمد لله يعني. طيب في الصوره اللي كانت معانا فيها كواليس كتير بس احنا جبنا لك واحد من اللي كانوا معاكم في الصوره. قول له الو. الو هتعرف صوته ولا لا؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زيزو كابتن عبد العزيز عاصم بطل مصر واول العالم بالتاكيد ببارك لك والنهارده مش هقول لك ضيوفنا هم اصحاب البيت ومشرفين ومنورين معاك فبقول لك الف مبروك حبايبي والله وحشوني جدا الف الف مليون مبروك مبروك لمصر مبروك لمصر مبروك لينا كلنا الحمد لله مبروك ليك يا زيزو مبروك يا سلمى مبروك يا لقاني حبيبي حبيبي يا زيزو مبروك لي كابتن محمد حمدي اللي اتبهدل وطلع عينه معانا وعمل حاجات يعني هو اشتغل اب وام ومدرب وكل الحاجات يعني حبيبي. ما عادش ناقص حاجه يا ملامل قول لي في الكواليس يا زيزو طيب ايه اللي حصل؟ والله احنا يعني بالنسبه للسفر وكده والكلام ده انا واحد من ضمن الناس انا مسافر على حسابي الناس بالنسبه لواحد زي محمد اللقاني راجل ثاني عالم وبطل طلع عينه عشان التأشيرة بس تجيله ويسافر يعني اتمرمط كان تحدي كان تحدي ايه؟ كان تحدي يا زيزو عشان تمثله مصر وترفعه علم مصر في محفل دولي كبير زي ده احنا 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 الحمد لله وصلنا يعني احنا بعد ربنا ان شاء الله احنا كنا واثقين ان احنا نعمل حاجة لكن يعني انا مش قادر اقولها يعني احنا مش لاقيين دعم جامد برضه يعني احنا خلصنا وجينا اسال الناس اللي عندك دي او اسال اي حد مين اللي قابلهم او مين اللي شاف او مين اللي سالنا انتوا عملتوا ايه دلوقتي ولا وصلتوا لايه او مين اللي قال لنا انتوا صرفتوا ايه على السفر بتاعكم دوت عشان نتكلم معاكم لسه ما فيش تواصل معانا خالص بالنسبه للامور للحاجات اللي احنا تخطيناها ده ان شاء الله من خلال هذه الفقره ومن خلال هذه الحلقه ودورنا ان احنا نوصل صوتكم ان انتوا بتمثلوا مصر بترفعوا علم مصر في محفل دولي كبير في اسبانيا ده حاجه كبيره مش حاجه صغيره لا لا واحده زي سلمى دي اول عالم ودرجاتها كانت فارقه اسال كابتن محمد حمدي فرقة كام درجه عن المركز الثاني اللي كانت بتلعبها لا انا عايز سلمى تقول لك يا زيزو سلمى تقول ايه لزيزو مبروك مبروك يا زيزو مبروك ليك انت يا سوسو يا قمر انت قمر الفريق كله واحده زي دي والله ربنا يكرمها يا رب درجاتها كانت فارقه جدا عن المركز الثاني اللي كان بيلعبها واحد زي محمد اللقاني انا وهو كنا بنلعب على اول وثاني ما يفرقش مش ما كانش فارق معانا مين هيجيب اول ومين ثاني بس الفكره مصر بتلعب على اول وثاني عالم مصر بتلعب مباراه نهائيه بالظبط مصر بتلعب على اول وثاني عالم ما فيش دوله ثانيه بتلعب معانا اللي كان بيجيب ثالث الو خطاطة هو الثالث والرابع كان فرنسا والبرازيل زيزو طب سمعنا يا زيزو طب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بعبد العزيز عاصم اتفضل يا كابتن هنتصل بيه تاني اكيد كان الثالث والرابع فرنسا والبرازيل الثالث والرابع فرنسا والبرازيل فرنسا وفرنسا كان فتاح ده بطل عالم اصلا كذا سنه ورا بعض والبرازيل برضو راجل كبير عجوز يعني عجوز خبره وبيلعب فالحمد لله رب العالمين فده انجاز طب على ما يرجع لي عبد العزيز عاصم كواليس المباراه النهائيه كانت ازاي؟ يعني انا شايف اول وثاني خلاص احنا ضمنا المركز اول وثاني زيزو انا بسال كابتن اللقاني كواليس المباراه النهائيه عايزك تشرحها لي يعني انت قلت لي مش فارق معايا انا وهو يكسب اللي خلاص الفايز الاول او الثاني مصر لكن كواليس المباراه النهائيه كانت ازاي؟ كواليس المباراه الاخيره دي يعني كانت مباراه طبعا جميله جدا طبعا كابتن محمد اللقاني يعني عمل ماتش خطير جدا طلع يعني احنا كفايه بس الرهبه بتاعت يعني ان احنا داخلين دي والموسيقى واحنا داخلين ويعني وكفايه ان الراجل يعني المعلق كان بيقول ان الاثنين من ايجيبت ولما قال الاسم الثاني ايجيبت يعني هو كان مخضوض يعني كان بيتكلم يعني ايجيبت وايجيبت يعني ما فيش الا مصر اللي بتلعب طبعا انا كنت حزام احمر كابتن محمد لقاني كان حزام ازرق انا كنت بلعب وفي الجزء الاولاني لسه ما خلصتوش وانا كنت كابتن محمد لقاني كان بيلعبني وكان بيسقف لي يعني كان بيشجعني ما شاء الله يعني انا خلصت في الماتش طبعا هو كابتن محمد دخل محمد لقاني دخل طبعا اداؤه جميل جدا انا برضو كنت بشجعه كابتن محمد حمدي كان
قاعد للكابتن اللي محمد اللقاني وكابتن وائل طبعا معانا كان قاعد لي انا هنا، كان انا العب يشجعوني كابتن محمد حمدي شجعني، والحاجه الاخطر من كل ده ان دول العالم كلها الاوروبيه قبل العربيه كانوا بيشالوا كده وبيتحطوا كده في المدرجات من التشجيع. انا ما كنتش متخيل حاجه زي دي، وكفايه واحنا بعد ما خلصنا الاعلام وكده فرحنا لبعض احنا الاثنين وعملنا حاجات جميله طبعا واحنا نازلين. عايز اقول لك الكابتن محمد الكابتن محمد حمدي بيقول لك تعب قوي في الماتش ده. كابتن محمد حمدي بيقول لك تعب قوي في الماتش ده. هو بيقول على مين، عليا انا؟ كابتن حمدي عليكم انتوا الاثنين. تعب عشان كنتوا الاثنين، يعني الماتش ده كان بالنسبه لكم انتوا الاثنين، يعني هو مش عارف تعب عشان كنتوا الاثنين. اكتر ماتش تعبني، يعني اكتر ماتش تعب، اكتر ماتش تعبني في البطوله. ازاي بقى؟ لا لا، وبعدين كابتن محمد حمدي ربنا يدي له الصحه، انا قلت في اول المداخله خالص الراجل ده ما كانش مدرب بس، الراجل ده كان بيعمل حاجات المفروض ما يعملهاش، يعني الراجل يعني بره يعني يجيب لي يعني بيشربنا وبياكلنا وبيهتم بالتغذيه ومهتم. طب احنا انت كتفك تعبان، طب هرش لك قبل ما تخش، طب خلي بالك، طب الكرسي بتاعي حصل لي كواليس قبل ما ادخل، نسيت اقولها لكم برضه. انا الكرسي بتاعي اتكسر فيه حته كده انا بسند عليها فاتكسرت، فطبعا دي كانت بتدخل في العجله فكانت بتعطلني وانا بلعب، وانا بتاثر على حركتك في الملعب. كابتن محمد حمدي خد باله من النقطه دي. طبعا قبل ما ادخل مفيش ب10 دقايق نزلني شالني حطينا على الارض ومسك الكرسي قاعد يلزق فيه وحاول يعالجه كده بطريقه معينه. طبعا اول ما قعدت على الكرسي لقيت الدنيا اتغيرت خالص. هو لو واحد غيره هو مدرب على فكره، هو مش ميكانيك يعني، بس ربنا يديله الصحه. زيزو لا زيزو دمه خفيف على فكره. ربنا يديله الصحه يا رب ويخلينا دايما مع بعض باذن الله اللي جاي احسن. والحمد لله اهم نقطه، اهم نقطه ان احنا بنحب بعض يا زيزو. الروح الحلوه، عايز اقول لك على حاجه، الروح الحلوه اللي انت بتتكلم بيها دي مش تصنع المعجزات، دي تجيب ميداليات ذهب في كل البطولات. يعني الروح اللي انت بتتكلم بيها دي بجد لو موجوده في اي منتخب او في اي نادي او في اي فريق جماعي، ده انت هتعمل المعجزات بشكل غير طبيعي بجد بامانه. يعني انت تستاهل اول عالم، واللي اني يستاهل، وسلمى والكابتن حمدي. لا انتوا بجد بتدونا مثل وقدوه ازاي بتلعبوا رياضه وازاي بتمثلوا اسم مصر فعلا. لا لا الحمد لله. وبعدين الكابتن محمد عنده نقطه جميله بقى، بيتعامل معانا مثلا احنا بره التمرين زي الكل ويقول لك اللي انت عايزه يشيلك من على الارض. انت دخلت التمرين انت واحد سليم، انت مش تعبان اصلا. وبعدين كابتن محمد انا عند حضرتك اصلا تنميه بشريه، الراجل اصلا هو اللي يعني هو اللي بيعلمنا انت ازاي تتحدى الاعاقه. دكتور تنميه بشريه. انت ازاي لما مثلا يبقى العكاز مش في ايدك وتقع، طب هتقوم من على الارض ازاي؟ الكلام ده الراجل ده هو اللي بيدرسه لنا اصلا. فاكره يعني يا باشا احنا حبيبي يا زيزو والله. احنا كتله كده متكامله وصعب قوي حد يخش بيننا. اكيد اكيد تستاهل كل خير يا زيزو، كتله من النجاح ان شاء الله تمثله مصر دايما، وانت بطل عالم واللقاني بالتاكيد برضه من ابطال مصر وابطال العالم. ان شاء الله البطولات الجايه والدورات الجايه تمثلوا مصر ان شاء الله. ومداخله بصراحه دمها خفيف ومبسوط بيها جدا وحاله جميله. انا بشكرك بجد يا زيزو على هذه المداخله، وكل التوفيق ليك يا رب انت وكل زمايلك يا رب. الله سلمى قولي لي الميداليات اللي قدامك ايه؟ واحده واحده كده تشرحي للناس ايه الميداليه دي ودي وخدتها في بطولات سنه كام؟ ده البطوله العالم فات. ارفعيها كده قدام الكاميرا عشان الناس تبقى شايفاها. بتاعت اسبانيا. بطوله اسبانيا. تمام. اول عالم. فات العالم مصر. اول عالم مصر. تمام. والميداليه الثانيه؟ هو كانت مين معاكي في المباراه النهائيه ديت؟ ده من كندا. كل ده كنا. من كندا. كندا. تمام. طيب والميداليات الثانيه؟ ده بتاعت النمسا. دي النمسا. تمام. دي النمسا. نفس ده فيه. تمام. 2016. 2016 ايوه صح. تمام. والميداليه الثالثه؟ ده بطل العالم برضه. بطل العالم في المانيا. المانيا فات في 2014. 2014 تمام ماشي. المدوره دي بتاعت ده بقى بطوله دبي. بطوله دبي. بطوله دبي؟ فات. فات. تمام. مكتوب عليها حتى كمان لغايه 2020 ده استعداد لاستعداد للاولمبياد. استعداد للاولمبياد كانوا بيعملوا بدايه اول بطوله يعتبر كانت عملتها دوله لذوي الاحتياجات يعني كانت دبي بصراحه. تمام. مهتمين قوي. الحاجات التانيه دي تبعك ولا هنخش على الدكتور محمد؟ دكتور محمد. هنخش على الدكتور محمد. حبيبتي يا لومه، لومه دي عقبالك يا رب كمان لما تجيبي ميداليات كمان واكتر واكتر باذن الله ان شاء الله. كل ميداليه من دول بتمثلك حاجات كتير صح؟ طبعا. ده هي بطله في كذا لعبه كمان. بطله في كذا لعبه، يعني كل ميداليه في لعبه مختلفه صح؟
قولي للناس انا لعبت هنا ولعبت كذا ولعبت كذا. انا لعبت كل حاجه. متفوقه في كل حاجه بسم الله ما شاء الله. لا ورسامه ممتازه كمان. وكمان رسامه. لا دي تحفه في الرسمه بقى. انا بعرف انون فنانه نون فنانه كتير. فنانه في الالوان. انت فنانه بجد. انت فنانه موهوبه ورياضيه على اعلى مستوى كمان. طيب كابتن محمد برضو اشرح لي يعني الميداليات وال تمام. انا قبل ما اشرح بس عايز اقول حاجه على سلمى. سلمى كمان محفزه لينا. سلمى بحكم ان انا مدرب ومحاضر دولي في التنميه البشريه هي محفزه تيجي قبل البطولات يلا لقاني شد قوه يا زيزو يلا يا مروه فحاجه روعه رائعه بنستعيد بيها في التمرين. يعني في بدايه التمرين دايما اروح مدخل سلمى اول واحده تلعب تمام ادائها على الملعب وطريقتها كل زمايلها فظيعه. اول ما بتخش على الملعب بتلاقي الناس كلها وكل ما يتسقف لها بيزيد عندها الحماس قوي في الاداء. عايزه تقول ايه؟ انا عايزه اشجع صحابي اقدر اللقاني. تشكر اصحابك واللقاني لقاني وزيزو صاحبي حبيبي ده تمام وادم محمد تعبت معايا كلمتين تعبت معايا وحب بابتي شكرا وحب كل الناس حبهم تمام. طيب قبل ما اخد المداخله الجايه برضو سريعا دكتور لقاني قول لي الميداليات اللي معاك ايه. طيب هنا دي الحمد لله طبعا اهم الميداليه وكلهم مهمين طبعا دي ميداليه مركز ثاني ميداليه فضيه في العالم في اسبانيا اللي لسه راجع منها. دي مركز اول بطوله العربيه 2018 شهر 9 اللي فات. دي بطوله الجمهوريه تمام. انا الحمد لله اول جمهوريه 2016 2017 ثاني جمهوريه 2018. دي بطوله الاهلي الدوليه اول بطوله دوليه الحمد لله مركز اول فيها. ودول اتنين اوسكار انا خدتهم انا بلعب تبع منطقه الجيزه تمام. اتنين اوسكار تكريم في 2016 وفي 2017 بفضل الله تعالى الحمد لله. بيدوك دافع وحماس كبير جدا المشهد اللي قدامي ده بصراحه. طبعا طبعا كل حاجه ليهم اي بطل يعمل متحف بالميداليات والهدايا التذكاريه. في ميداليات كتيره والله بس احنا جبنا الان بس كل ميداليه ليها تعب وليها ثمره ودي بتبقى المكافاه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لينا يعني الحمد لله. عشان مكافئتكم تبقى بجد كمان انا معايا على التليفون دكتور حسام صبحي المستشار الاعلامي للمنتخب الوطني للكاراتيه لاصحاب الهمم. برحب بك يا دكتور حسام. اهلا وسهلا. مساء الخير عليك ومبروك بالتاكيد هذا الانجاز الطيب لمنتخبنا الوطني. الحمد لله بجد هم شرفونا كلهم ولادنا اولاد مصر الكابتن محمد حمدي واللقاني وزيزو وبطلتنا الجميله سلمى شرف. كلهم بيرحبوا بيك. مشرفينا وفرحان جدا طبعا انا شايفهم مع حضرتك قناه الاهلي قناه العظيمه اللي بتقدر فعلا تقدر المجهود اللي اي ابن من ابناء مصر بيشرف مصر بره مصر وجوه مصر يعني. قول لي بقى دورك معاهم اعلاميا ازاي بقى عشان الانجازات دي الناس كلها تسمع عنها وتشوفها. والله يا فندم احنا الحمد لله يعني احنا بس يعني لينا بعض الملاحظه كده من الاتحاد الكاراتيه ان هم يعني مش عايز اقول ان هم اهملوا شويه بس في استقبال اللعيبه وفي تكريم اللعيبه. لما احنا اتفاجئنا لما رحنا المطار نستقبلهم احنا عملنا لهم حفله كده صغيره او احتفاليه صغيره كده في المطار بمجهوداتنا الشخصيه لكن كان يعني نتمنى ان الاتحاد يكون معانا ومشرف البطوله ويقدر برضو ان هو ولادنا الابطال يكرمهم بالتكريم المناسب ليهم. هم يعني عملوا انجاز كبير جدا بمعنى كلمه انجاز تمام وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله وكمان بعد ما طلعوا مع حضرتك في القناه ان شاء الله نلاقيهم. ده حقهم وده دورنا بالتاكيد طبعا ده حقهم ودورنا ان احنا يعني نلقي الضوء عليهم مش نلقي الضوء بس لا يعني حقهم ان هم يطلعوا وياخدوا المساحه والناس تسمع وتشوف الانجازات اللي هم عملوها عشان ده تحدي الناس لما تشوفه تقدر تعمل نفس التحديات وتقدر تعمل انجازات كبيره عشان ترفع اسم مصر وعلم مصر بالتاكيد يا دكتور حسام. بجد هم فعلا تعبوا بجد بقى لهم استعداد هنا في مصر قبل ما يسافروا ولما سافروا هناك فعلا ابطال فعلا شرفونا كابتن محمد حمدي زي ما سمعنا كده كابتن زيزو بيقول عليه مش مدرب فني بس ولا بقيه الفريق كله ولا مدربين فنيين ولا اداريين بل كلهم مع بعض تعبوا بجد يعني اللعيبه فعلا شرفتنا اذا كانت سلمى كابتن لقاني وكابتن زيزو وشادي كلهم مش عايز انسى حد فيهم شرفوا مصر. سلمى عايز اقول لك سلمى عامله بهجه في الاستوديو بصراحه. كل سنه بحس ان شاء الله تخش الدوره الاولمبيه تخش كاس العالم مره ثانيه باذن الله ونحقق انجازات افضل في المره القادمه باذن الله. طيب اخيرا دكتور حسام
العالم بيتكلم عنهم ازاي بره في العالم وفي مدريد في اسبانيا في البطوله؟ صحف هناك والوسائل الاعلام بتتكلم عننا ازاي؟ والله الحمد لله اسم مصر ان هو يذكر، بس ان الاول والثاني اللي بيقابلوا بعض دوله من 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 منتخب واحد، منتخب مصر. واحنا الحمد لله كنا فرقنا فرق بسيط جدا، ميداليه واحده برونزيه مع الدوله المستضيفه للبطوله، لكن يعني كنا متصدرين. الصحف العالم كلها وبالذات في اسبانيا كانت مغطيه بصراحه تغطيه خاصه للبطوله اللي كانت مستضيفاها هناك. تمام، الحمد لله شرفنا اسم مصر، اسم مصر وعلى مصر اترفع. شفنا لو بس كان في فيديوهات وهم بيستلموا الميداليات بياخدوا المركز الاول كانت تبقى حاجه مشرفه يعني تطلع مع حضرتك. كل التوفيق ليك يا رب دكتور حسام صبحي المستشار الاعلامي للمنتخب الوطني للكاراتيه ابطال العالم لاصحاب الهمم، بشكرك شكرا جزيلا. لكن دكتور محمد حمدي عايز اتكلم بقى في تفاصيل البطوله. كان لاعب مثل مصر في المنتخب الوطني في البطوله ديت، وعدد الميداليات اللي احنا توجنا بيها. احنا كان معانا، هو بس في نقطه انا عايز اقول لحضرتك عليها، احنا مسموح احنا عندنا ثلاث اعاقات زي ما قلت لحضرتك، الاعاقه الذهنيه والحركيه والبصريه. تمام، مسموح لنا كان في البطوله ان احنا نسجل في كل ايفنت من دول ثلاث لعيبه او اربع لعيبه. طبعا نظرا لضيق الوقت والحاله الماديه اللي احنا بنمر بيها وده قدامنا تتويج سلمى، ده الفيديو الخاص بتتويج سلمى. تمام، اتفضل يا كابتن. نظرا طبعا للموضوع دوت، فالاتحاد اضطر ان هو يصفر ست لاعبين فقط، ما قدرش يصفر بقيه اللاعبين. تمام، عشان الميزانيه طبعا بتحكم الاتحادات او كده. فاضطر في ثلاث لاعبين من المنتخب يسافروا على حسابه. يعني احنا عندنا كابتن عبد العزيز عاصم اللي واخد اول عالم مسافر على حسابه الشخصي، ما تكاليفه كلها على حسابه هو. للاسف ما قدرناش طبعا يدعم باي حاجه لان الميزانيه لا تسمح. في اثنين لعيبه تاني في الاعاقه البصريه والذهنيه برضو مسافرين على حسابه. الاكثر من كده ان في مدرب من المدربين اللي طالع، احنا اثنين مدربين طالعين، المدرب ده برضو طالع على حسابه يعني بدعم بسيط جدا من فرع، هو من الاسكندريه، بدعم من منطقه اسكندريه. طبعا هي مشكوره ان هي قدرت تدعمه، بس لسه حتى الدعم ما جاش يعني. نتمنى ان هو برضو يعني يقدر بعد كده. طبعا اثنين مدربين مع بعثه فيها تسع لاعبين كان الموضوع صعب جدا. تسع لاعبين كل متصنفين ثلاثة على كراسي متحركة، ثلاثة أعقاد بصرية، ثلاثة أعقاد ذهنية، فالموضوع كان صعب. التحركات داخل المطارات، التحركات داخل البلد هناك في أسبانيا للاعبين التحركات أسمائي. عشان اقدر اوصل اللي هو مكانه فين يعني، لو انا دخلت بلاعب اقعد ادور على اللاعب التاني بعدها بساعه عشان الاقيه، كان الموضوع صعب جدا يعني. فانا نفسي بس يوصل ان احنا لا لازم يعني اللاعب اهو سافر على حسابه وحقق اول عالم وخد كاس احسن لاعب على مستوى العالم. تمام، فانا ليه ما دعمش لاعب زي دوت ان انا اطلعه او الميزانيه، واحنا اعتقد يعني انا اسف طبعا في اللي انا اقوله، بس احنا ما بنكلفش قد لاعب كره واحد يعني. احنا لو احنا اتكلمنا على لاعب كوره واحد بيتكلف على الدوله او في ميزانيته اكتر من تسعه من بعثه كامله فيها 12 واحد. احنا كل الموضوع بسيط جدا يعني. تصحيح يعني كل خير، موضوع بسيط، اهتمام بس شويه الموضوع يبقى افضل يعني. لا تصحيح كل خير. لكن سؤال اخير دكتور لقاني، اصعب حاجه عدت عليكم اثناء البطوله؟ اصعب حاجه، اصعب لحظه، هي في حاجة شخصية وفي حاجة عامة. اتفضل. حاجة شخصية ان انا كنت من ضمن الناس اللي ما جاتلهمش التأشيرة، فالبعثة سافرت وانت لسه مستني. بعد ثلاث ايام وقاعدين وفي كل لحظة مستنيين انا مسافر مش مسافر ومش عارف، لدرجة يعني الحمد لله مسافر قبل اللعب بحوالي 48 ساعة، يعني تاني يوم كان الكشف الطبي على طول، فدي كانت لحظات صعبة جدا. ان احنا يعني ما نعرفش الاسباب ايا كان الاسباب ايه، بس لا لازم يكون في اهتمام في الموضوع ده ومعالجه. الحاجه اللي على العامه بقى ان احنا رايحين عارفين ان احنا بذلنا مجهود كبير قوي، وفي نفس الوقت حاسين بعدم اهتمام شويه مش من الاتحاد، انا بتكلم على المستوى العام على فكره. يعني احنا لو اتكلمنا على سياده الرئيس لما اعلن ان ده عام الاعاقه، ما فيش حاجه حصلت على المستوى العام فعليه لعام الاعاقه،
فبالذات الناس ديت. فكان الموضوع صعب جدا، انت مطالب ان انت تحقق حاجه تثبت للدنيا كلها برغم كل التحديات ورغم كل الظروف ان انت حاجه وذو قيمه، وفي نفس الوقت ما عندكش الامكانيات. فكنا بنتكاتف، عشان كده زيزو لما كان بيتكلم احنا فعلا وزي ما حضرتك حسيت احنا كلنا فريق واحد. الكباتن ما كانوش فعلا مدربين، كانوا مدربين واباء وامهات وكل حاجه. الكباتن كان عليهم عيب كبير قوي، لان اي لاعب بيتكسر نفسيا او يقع وكده يسندوه على طول. فحاجه زي وكلنا كنا متعاون، يعني اللي انا اقدر عليه انا بحكم شغلي ندعم بعض، ده اي كل واحد في ايديه حاجه. تمام. فدي لحظات صعبه ولكن ربنا كللها بالنجاح اكيد. الحمد لله. تستاهل كل خير. سلمى. نعم. كلمه اخيره تحب تقول ايه؟ اتعب يا اتعب يا مبسوطه بالانجاز، سعيده، مستنيه الفتره الجايه ان شاء الله كمان يكون في انتصارات اكتر. احساسك عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه العب تاني كراتيه تاني. عايز تلعبي تاني وتمثلي مصر تاني؟ لا كراتيه. كراتيه. تمام. انا عايزه العب كراتيه عشان انا قوه تاني ان شاء الله. ما تبت عند محمدي وتبت كالي وتوائل وكل الناس حبونا. بالتوفيق دايما يا سلمى يا رب. رساله اخيره كابتن محمد حمدي. اولا طبعا في حاجه مهمه بس لازم اقولها، طبعا ندعي للكابتن محمود الخطيب بالشفاء يعني. يا رب ان شاء الله. كلنا ربنا يا رب ان شاء الله يرجعوا لينا بالسلامه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وبرضه احب اشكر الناس اللي تعبت معانا، يعني في ناس فعلا تعبت وتستحق الشكر كتير قوي. انا يمكن انا يعني اللي كنت متواجد مع الاولاد، بس في ناس تعبت معانا هنا جدا يعني. أولا طبعا برضو كابتن محمد الدهراوي اللي هو رئيس الاتحاد بتاعنا، هو الراجل مشكور. هو برضو لسه الفكرة ما كانتش وصلة له قوي بالنسبة لنا، لكن هو الراجل بصراحة ادانا الفرصة وادانا المساحة ان احنا نشتغل فيها. تمام. دي حقيقة يعني. وطبعا الدكتور مراد عاصم المدير الفني بتاع المنتخب ومدير فني عندنا في الأهلي، طبعا الدكتور مراد عاصم بشكره جدا لان هو كان مساندنا في البطوله هناك بصراحه، وادى تعليمات ان الناس تساعدنا. اكيد. بقيه الناس وطبعا مدربينا اللي كان معايا كابتن وائل عبد الله كان معايا هناك، تعب جدا يعني، كان حمال اسيه بصراحه معايا. وكابتن محمد العكاري ده كان معانا هنا مدرب في المنتخب، وكابتن ايه وكابتن جمال برده كان موجود معانا. فالناس كلها تشكر، وكابتن محمد رمضان ده المدير الاداري بتاع المنتخب، ده بقى جهد جماعي صاحب الفكره. ده صاحب فكره ان احنا نعمل بطولات اصلا يعني. كابتن محمد حمد انا بشكرك شكرا جزيلا على التوفيق ليك. دكتور محمد اللقاني شكرا جزيلا. سلمى بالتوفيق دايما يا رب، وتمثلي مصر دايما كده في المركز الاول على طول يا رب. انا عارف ان الوقت خلاص، بس انا هقول كلمه واحده، كلمه سريعه. رجاء من وزاره الشباب والرياضه، مساواه المكافئات احتياجات خاصه بغير احتياجات خاصه، لان احنا مش اقل منه. اكيد رسالتك وصلت اكيد باذن الله. فقرة استثنائية، فقرة أنا سعيد بها على المستوى الشخصي، لأن بجد أنا ليا الشرف إن أنا أكون موجود مع الأبطال والنجوم اللي موجودين معانا هنا في قناة النادي الأهلي، لكن دايماً يا رب بإذن الله موجودين في المركز الأول. لعبة الكاراتيه لأصحاب الهمم لهم دور كبير جداً في تمثيل مصر في البطولات الدولية والدورات الأولمبية القادمة بإذن الله. النهارده بنوصل كده لمسك الختام وختام حلقة الليلة النهارده من برنامج الأهلي الليلة. شكراً لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.